نروح بقى معاكم دلوقتي لخبر التعاقد مع آية خالد محمد وهانيا خالد عبد الله لاعبتي فريق الشمس اللي انضموا مؤخرا لفريق سيدات الكرة الطايرة بالنادي الأهلي. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق أكد أن التعاقد معاهم يعتبر إضافة كبيرة جدا إلى صفوف الفريق نظرا لإمكانياتهم الفنية وكمان لمستواهم المتميز جدا هما الاثنين. وشدد كابتن الصافي على أن الأهلي لما بيختار لاعبات جديدات بيركز دايما على الاخلاق قبل ما بيركز على المهاره، وده الشيء اللي الكل لمسه في ايه وفي هانيا باعتبارهم من العناصر المميزه جدا فنيا وخلقيا. وتالي بنرجع نقول بصوا التفصيله دي، يعني بصوا الجمله دي لازم يتوقف عندها، نختارهم طبقا للاخلاق، يعني المعيار ده في الاختيار ما يقلش اهميه عن جوده امكانياتهم الفنيه كلاعبات. ففكره ان الاحترام والاخلاق دي حاجه بتتوارثها يعني أجيال متعاقبة من النادي الأهلي، حاجة محترمة جدا تليق بالنادي الأهلي وهذا الكيان المحترم وبرؤساء المحترمين عبر التاريخ وبكل منسوبيه وبكل أعضائه وبكل جماهير النادي الأهلي المحترم.